في الروسيرس كمية من الصفافير، على سبيل المثال البولونوجرو والباجندو، ولكني اهتميت بنوع خاص اسمه الوازع. خصوصية الوازع أنها فرقة تتكون من 10 قطع، قد تزيد وقد تنقص. كل قطعة تصدر صوت واحد، والمعنى كبير، بمعنى إذا كانت الآلة لا تصدر أكثر من صوت فهذا يعني إيد على إيد تجدع بعيد، وأن الإيد الواحدة ما بتصفي. Thank you.